السلام عليكم ورحمة الله أخواني. أخواني، جاني سؤال من أحد الأخوة المتابعين بخصوص كابستر المروحة الخارجية. قال الكابستر مال المروحة الخارجية وين يوجد بالقطعة الخارجية؟ ما قاعد ألقى الكابستر. جوابي على هذا التساؤل أخواني وتوضيحا للموضوع، حبيت أوضح نقطة معينة. أخواني، كابستر المروحة الخارجية مثل ما تلاحظون غالب السبالة تجي الكابستر مال المروحة منفصل، يعني مثل ما تلاحظوا هذا الزغير منفصل عن كابستر الضاغط او كابستر الكمبريسر، احنا نسميه بالعامية او ماتور السبلت. الكابستر ماله منفصل، هذا كابستر الماتور وهذا كابستر المروحة، يعني منفصلات. تمام اخواني؟ يعني اذا صار عندك مشكلة بالمروحة متوقفة تماما، يعني عندك الماتور قاعد يشتغل طبيعي وانت تبريد لكن المروحة متوقفة تماما، بهاي الحالة طبعا تقدر تفتح هذا الكابستر. اولا تصور الربط مالك وتفتحه وتشوف القيمة مالته، ابو الاثنين ابو الثلاثة ابو الاربعة مثل ما تلاحظون، تفتحه وتروح تجيب واحد سعره 1500 او 2000 دينار وترجع الشدة في نفس المكان على الصورة اللي انت ماخذها حتى لا تنسى الرابط ماله، والشدة بمكانه وان شاء الله راح ترجع عندك المروحة تشتغل. تمام اخواني؟ لكن اكو بعض السبالت اخواني الكابستر ما موجود. تمام، وين الكابستر فاذا؟ اخواني الكابستر يجي مشترك مع كابستر الكمبريسر نفسه، يعني الكابستر هذا الكبير يجي ثلاثي الاقطاب بهاي الحالة. ليش ثلاثي الاقطاب؟ قطب للكمبريسر نفسه، يعني قطب للماتور ما سبلت، وقطب يغذي المروحة اللي هو قطب الفان اللي هو يصير لونه أخضر. فإذا بهاي الحالة إجاك مشترك. تمام، صارت عندك مشكلة بالمروحة توقفت تماما، ماتور السبلت قاعد يشتغل عندك طبيعي وانت تبريد لكن المروحة متوقفة تماما، شنو الحل؟ الحل بهاي الحالة اخواني تصور الكابستر، تصور الربط مالك بشكل مضبوط جدا وتفتح الكابستر، تروح تجيب نفس القيمة مالته ايا كان الرقم مالته اخواني، تروح تجيبه نفسه بالضبط. ماشي اخواني؟ نفس عدد الاقطاب ثلاثة لان هذا جايك مشترك، لا تروح تجيب لي ابو الاثنين والشدة، ما يصير اخواني. ثلاثة تروح تجيب ابو الثلاث اقطاب نفس الرقم، ابو الستين تروح تجيب ابو الستين ايا كان الرقم، ايش قد ما يطلع عندك الرقم، ابو الاربعين ابو الخمسين ابو الخمسة وخمسين ابو الستين، تروح تجيبه نفسه وترجع الشدة. شلون الشدة؟ على الصورة مالتك او الصور اللي انت اخذتها حتى لا تنسى الربط مالك، وتلبس جفوف اخواني بالحالتين، بالفتح تلبس جفوف وبالشد تلبس جفوف وفاصل الكهرباء تماما عن السبلت اخواني، السلامة اهم شيء، وترجع الشدة ان شاء الله بشكل مضبوط، وان شاء الله راح تلاحظ السبلت الماتور يشتغل عندك والمروحة ترجع تشتغل عندك بشكل طبيعي. حبيت اوضح هاي النقطة اخواني بخصوص كابستر المروحة الخارجية والمشكلة اللي يصير بيه. اتمنى استفاديتوا من هذا الموضوع، شيء مهم، واتمنى فاتكم هذا الفيديو. اتمنى من اخواني اللي اول مره يتابعون اخواني اشتركوا بالقناه، دعم للقناه، كلمه الاشتراك هاي الحمراء دوس عليها ان شاء الله راح يكتب لك تم الاشتراك حتى يوصل لك كل الفيديوهات والمعلومات المهمه. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله.